أنا خاطب وزير التربية، نسيبك والماخذين أختك والماخذين بتك، أوامر الدولة يجب أن تحترم، ماكو دولة تسقط أوامرها على مود نسيبك. السلام عليكم أخ أحمد. وعليكم السلام، أهلا أستاذ نجم. أخ أحمد، أنا قرأت رسالتك، أنت من الأنبار من الفلوجة من حي نعم. المعلمين، عندكم شكوى بخصوص أنتو حي صغير 80 عائلة والآن دا ينشؤون مدارس بداخل الحي، شنو ضرر المدارس عليكم سيد حاتم؟ العفو أستاذ نجم، هاي المدارس وخاصة الأهلية الثلاثة الأخيرات اللي امتتحن سببا مشاكل لا إلها أول ولا إلها آخر. يعني أنا برسالتي إليك أوضحت أنه حينا حي المعلمين من أصغر أحياء المدينة، نعم، ويتوسط المدينة، وتسكنه عوائل منذ ستينيات القرن الماضي، نعم، وعوائل متحابة ومتجاورة بيناتهم وهادئة ومأمنة ومطمئنة، تم تشييد روضة أطفال بالسبعينات. هسا عوف للتاريخ يا أستاذ أحمد حتى استفاد نعم. من الوقت نعم. ذني المدارس الثلاثة، مدرسة بابل، مدرسة آسيا، ونبع الحياة، ونبع الحياة، نبع الحياة، ذني كلهن بهذا الحي الصغير، كلهن بحي هذا الحي ومتجاورات. يعني أستاذ نجم إذا سمحت لي، مدرسة آسيا ونبع الحياة مجاورة سياج على السياج. زين، سياج على السياج، يعني مو تقول بيناتهم بيت آخر، لا، سياج على السياج. زين، ذني بيوت؟ بيوت نعم. قد مساحة البيت؟ 600 متر، يعني 600 متر استوى مدرسة. زين، مدرسة، روضة، شنو، حضانة؟ لا 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 أستاذ، العفو أستاذ نجم، بالنسبة لمدرسة آسيا ثانوية ومدرسة نبع الحياة ثانوية تدعى ثنائية اللغة. زين، والمدرسة بابل أيضا 600 متر مساحتها مدرسة ابتدائية، نعم، وعلى شارع نعم. واحد، على شارع واحد وداخل الحي وبيناتهم، يعني مدرستين متلاصقة اللي هي آسيا ونبع الحياة ومدرسة بابل تبعد عنهم 50 متر فقط. زين، يعني بيتين بيناتهم. زين، أنتوا شلون يعني أنتوا هذا دا يأثر عليكم؟ نعم. شنو وجه نعم. التأثير اللي يصير عليكم سيد أحمد؟ أستاذ نجم العفو، الطلبة والسيارات وسيارات الأساتذة والخروج والباصات، يعني جحيم، الله يشهد، الحي أصبح جحيم. زين، نعم. أنتوا خاطبتوا مدير التربية، وزير التربية، قلتوا له يابا إحنا هذا ملك خاص ويجب أن تحترم دورنا ويجب أن تحترم خصوصياتنا. أستاذ نجم لو سمحت لي بس للتوضيح، أي إحنا المدرستين الأولى اللي هي كانت آسيا وبابل انفتحت قبل نبع الحياة، إحنا قدمنا طلب للسيد الوزير، أي عرفنا السيد عيسى علي العداي صاحب مدرسة نبع الحياة، ابنيته يفتتح المدرسة الثالثة اللي هي نبع الحياة، إحنا قدمنا طلب إلى السيد وزير التربية، طبعا ما لقينا أذان صاغية من تربية الأنبار، رحنا إلى السيد وزير التربية. إيش قال الوزير؟ قدم كتاب بتشكيل لجنة من تربية الأنبار وإغلاق المدارس وعدم الموافقة على المدرسة الثالثة. إغلاق المدارس وعدم الموافقة على المدرسة الثالثة. واللجنة ظلت. عندكم نسخة من هذا الكتاب يا سيد أحمد؟ هذا كتاب السيد الوزير اللي راح تربية الأنبار، نعم موجود. زين، السيد مدير التربية إيش قال لما جاء كتاب؟ العفو أستاذ نجم إذا سمحت لي، هاي النقطة كلش مهمة. إحنا معاناتنا ويا تربية الأنبار إنه المدير العام يعني المدير العام يصير نسيب عيسى، ابن عيسى اسمه سنان ماخذ بنت مدير العام اللي اسمه نافع، أي ومدير مكتب نافع ابن أخوه وعديل سنان، يعني هم ماخذ بنت نافع اسمه أحمد صباح، وأحمد صباح هو هذا اللي يدير الإدارة مال تربية الأنبار ويتحكم بيها بكل طلاقة، ولا ساهر ولا ناهر ولا يخاف من أحد ولا محترم أحد ولا يخاف الله حتى نهائيا. أي زين، أنا أقول لك إحنا هنا قبل عندهم مثل يقولون نسيب قطعة من الشبد، بس يا عم يا سيد المدير العام، أكو كتاب من السيد الوزير يقول لك سد المدارس وافتح تحقيق أو تمنع أن تفتح الثالثة. نسيبك مو أهم من الدولة أبو الوليد، نسيبك مو أهم من الدولة يا سيد أحمد. عندك هذا الكتاب؟
هذا الكتاب موجود وظلوا يسوفون أستاذ نجم. الكتاب عندك نسخة من عند الآن؟ نعم 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 موجود. موجود. إذن أنا خاطب وزير التربية. إيه. هذا نسيب هذا وهذا ماخذ أخت هذا على رأسي هو ونسابته. وحق الرقد رد مكفول لمدير التربية وإلى عيسى. لكن لما تكون أكو قرارات للدولة ولما يصبح هنالك ضرر على خصوصية الناس، لا نسيبك ولا مديرك ولا العينك ممكن أن يقبل بهذا. هذا هو الشغل اللي دمر الدولة، لأن هاي عم فلان وذيك خالت فلان، أو هذا نسيب فلان وصار فلان مدير تربية الأنبار. نسيبك والماخذين أختك والماخذين بنتك وقرايبك على رأسي، لكن دولة تتصرفوا وياهم بالبيت. أما تجاوز على حقوق الناس وتبشونها خال فلان وبنخت فلان على حساب القانون، لا والله أفضح كل واحد من عندكم. أو ذني إذا كنتوا تعتقدون عندكم عرف وعندكم واسطات، لا والله لا العرف ولا الواسطة يمشي على حق العراقيين. شيل هاي المدارس ما نسيبك، حطها بالشارع اللي أنت نازل فيه، وخلي نسيبك والماخذ بتك واللي أبو ماخذ بتك يأجر له بيوت بصف بيتك، ورد أشوفك تتحمل لو ما تتحمل. هاي قضية خاصة. أما القضية الثانية، أوامر الدولة يجب أن تحترم. ماكو دولة تسقط أوامرها على مود نسيبك. وأنا أنطيك حق الرد وأطالبك بحق الرد بهذه القضية. أنا ما أقصي أحد، لكن مطالب حضرتك تطلع وياي وراح أعرض لك كتاب الوزير. وبعدين أنت يا سيادة الوزير ليش ما يحترمون كتابك؟ مثل ما ذاك اليوم كنا نحكي بصلاح الدين، هاي بلاغ على الهواء إلى معالي وزير التربية، الوليد ما يقبل لي أن ذولا نسابته. وهسا أنا عندي شاهد والشاهد معرف ويتحدث أمام العراقيين. نعم أحمد. نعم وصل. أستاذ نجم، المضايقات اللي سببتها المدارس هذه للأهالي بالإضافة للازدحامات والسيارات. نعم. واضحة واضحة الفكرة يا سيد أحمد. ما يخالف يعني ما عندي وقت كثير. أنا أعتذر منك أستاذ نجم، بس ثق بالله لا جماعة البلدية يقدرون يطبون ينظفون الحي ولا أبو الغاز. يا هذا مدير بلدية مدير تربية أبعث لي هذا الكتاب، والسيد الوزير أسراء تبعث لي الكتاب، وخلص مدير التربية مطالب أن يظهر يقول لنا شنو موضوع المدارس.